إذا أردت أن تكون حيا، الحياة في حديثهم، هم يقولون حديثنا حياة القلوب، هذه كلماتهم. فإذا أردت الحياة فعليك بحديثهم، عليك بثقافتهم، عليك بمعارفهم. إنني أخاطب الحسينيين في الحاضنة الحسينية، حديثي موجه وفقا لعنوان البرنامج، يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم. فإذا أردت أن تخدم حسينك المطهر بخدمة حسينية يريدها حسيننا المطهر، فعلينا أن نعرف المعروف والمنكر بحسب ثقافتهم، بحسب عقيدتهم، لأن المعروف هم ولأن المنكر أعداؤهم. المعروف هو صاحب الأمر والمنكر أعداء صاحب الأمر. المعروف معارف وثقافة وعقائد صاحب الأمر، والمنكر ما يخالف ذلك من قذارات القطبيين وقذارات الصوفيين وقذارات المعتزلة وقذارات الأشاعرة. المعروف هو الذي تحدثنا الزيارة الجامعة الكبيرة عن كلامكم نور، هذا هو المعروف، علينا أن نعرفه. المنكر خلافه، وهو ما ينشره في الأعم الأغلب مراجعنا الكرام منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا في تفاسيرهم وفي كتبهم العقائدية، وما يتقيأ به هؤلاء الخطباء المعتوهون على المنابر وعبر الفضائيات، هذا هو المنكر، المنكر بعينه. فإذا ما أردت يا خادم الحسين ألا تكون من موتى الأحياء، الحسين لا يريد خداما سفهاء، ولا يريد خداما بخلاء، ولا يريد خداما جبناء، ولا يريد خداما صنميين وديخيين، ولا يريد خداما من موتى الأحياء. الحسين سر الحياة، الحسين يبحث عن الأحياء، يبحث عن الأحرار، يبحث عن الصادعين بالحق. يا أيها الحسينيون، حاضنتنا الحسينية سيطر عليها السفهاء، أين أنتم أيها الأحرار؟ أين أنتم؟ لا أعتقد أن أحدا ولا أنا أيضا ينطبق علي هذا الوصف. يبدو أن الحاضنة الحسينية ستبقى بيد السفهاء لا ندري إلى متى، لكن الأفق المنظور يقول هكذا، من أن الحاضنة الحسينية ستبقى بيد السفهاء. ختام القول، أقرأ عليكم من فقه الرضا. إمامنا الرضا يحدثنا أن صبيين، هذا الحديث حديث مهم، أتمنى أن تلتفتوا إلى هذا الحديث، حتى لو لم تكونوا قد التفتتم إلى كل ما تقدم، أتمنى أن تلتفتوا إلى هذا الحديث. ماذا يقول إمامنا الرضا؟ إمامنا يقول: إن صبيين توثبا على ديك، أطفال، صبية، إن صبيين توثبا على ديك فنتفاه، نتفا ريشه، ما قتلا الديك،
ولا عذباه بطريقة مثلا بإلقائه في النار وهو حي، وإنما قام الصبيان بنتف ريش الديك. قطعا يؤلمه، لا شك أن هذا يؤلم الديك. أن صبيين توثبا على ديك فنتفاه فلم يدع عليه ريشه، نتفا ريش الديك عن بدنه حتى صار عاريا من الريش. وشيخ قائم يصلي في نفس المكان، طفلان صغيران أمسكا بديك ونتفا ريشه، وشيخ قائم يصلي. وهذا التعبير قائم يصلي بالنسبة لي أفهمه هو يؤدي صلاة واجبة، وشيخ قائم يصلي حتى لو كانت صلاة مندوبة، وشيخ قائم يصلي لا يأمرهم ولا ينهاهم. ما هو المطلوب من أن يقطع صلاته كي يأمر هذين الصبيين بترك ما يفعلان، أو أنه ينهاهم نهيا قويا دفاعا عن الديك؟ أن صبيين توثبا على ديك فنتفاه. يا جماعة نتفونا، احنا نتفنا، احنا نتفنا نتفونا، المرجعية نتفتنا، الأحزاب الشيعية نتفتنا، نتفونا نتفنا. أنا لا أتحدث عني شخصيا، إنني أتحدث عن الواقع الشيعي عموما وعن الحاضنة الحسينية خصوصا. فماذا تعدون الذي جرى في باب الرجاء؟ هذه صورة من الصور. أن صبيين توثبا على ديك فنتفاه فلم يدع عليه ريشه، وشيخ قائم يصلي لا يأمرهم ولا ينهاهم. ما الذي جرى؟ فأمر الله الأرض فابتلعت. ما قيمة صلاتك؟ الدين ليس هنا. قبل قليل قلت لكم من أن إصلاح الحاضنة الحسينية أوجب علينا من صلاتنا وأوجب علينا من صيامنا. هذا هو منطق محمد وآل محمد. ما هو بمنطقي؟ أن صبيين توثبا على ديك فنتفاه فلم يدع عليه ريشة، وشيخ قائم يصلي لا يأمرهم ولا ينهاهم. يفترض به شرعا أن يقطع صلاته وأن يأمر وأن ينهى. فأمر الله الأرض فابتلعت. ونحن قد نتفنا يا أيها الحسينيون، الحاضنة الحسينية قد نتفت من قبل هؤلاء السفهاء الذين بأموالهم أو بسلطتهم أو بتأييد المرجعية لهم هم الذين تسيدوا في الحاضنة الحسينية، على الأقل إن لم نستطع التغيير الكامل أن نعلن رفضنا وأن نتحرك في عمل حسيني واع يعرض أنموذجا للذين يريدون أن يلتحقوا بركب حسيني واع. هذا هو واجبنا. إذا كان
الحديث عن ديك ينتف ريشه فقد نتفت ركضة طواريج نتفا ولا من متحدث، إنني أتحدث عن حاضنتنا الحسينية. نتف الحسينيون نتفا في باب الرجاء.